وأوضح العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي أن عملية الكرامة انطلقت لوقف الأعمال الإرهابية لعناصر داعش الإرهابي في مدينة بنغازي. كما أكد المسماري في تصريحات خاصة لقناة أونلايف أن القوات الليبية تقاتل في آخر معقل للتنظيم الإرهابي بالمدينة. لدينا أخرى مقاطع فيديو لجرائم ذبح وقرامة بالرصاص وتفجير. لدينا نحن هنا نحمل مأساة الشعب الليبي ولا نحمل أشياء شخصية. صحيح. من أجل هذه المشاهد كانت عملية الكرامة وكانت عملية القوات المسلحة العربية الليبية. من أجل هذه المشاهد قدمنا لحد الآن أكثر من 5000 شهيد في عملية الكرامة فقط لحتى هذه اللحظة. قدمنا آلاف المبتورين الأطراف والجرحى اللي نحييهم على صبرهم ونحييهم على ثباتهم ونحييهم على وطنيتهم. الآن المقاتلين يقاتلوا الآن في آخر مربع في بنغازي، في آخر أقل من كيلو في كيلو الآن في الصابري، القتال في آخر مربع، ولازلنا نقاتل ولازلنا نقدم في الشهداء من أجل إنهاء هذه المشاهد، من أجل كف سيل الدم الليبي.